الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم من عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في انطلاقة عاصمة ميادين السباقات، في انطلاقة رابع أيام هذا المهرجان وهذا اليوم الخاص أيضا بسن اللقاية، لقاية أصحاب السمو الشيوخ في الفترة الصباحية التي سوف تنطلق من خلال 16 شوطا توزعت ما بين الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصايل. المسافة المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق هي مشاهدين الأعزاء 5 كيلومترات. على بركة الله نسير، على بركة الله ننطلق مباشرة مع الشوط الأول الخاص بالأبكار، اللقاية المحليات الأصايل مباشرة إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول والانطلاق الأول. هذه الشاهينية من هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون، المهيري ضمرها، بينما الشاهينية في المركز الثاني من هجن العاصفة ليتقدم غيات الهلالي في عملية التضمير والتدريب. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث، هذه أملولة في المركز الثالث لهجن الرياسة الظافر علي بن إيميل الوهيبي في عملية التضمير، بينما انتقل إلى المركز الرابع والوصول من بطاشة لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد ومختار بن أحمد يضمرها نقلة إلى المركز الخامس، الوصول من مياسة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة في عملية التضمير هو التدريب، ولكن الدخول أيضا التحدي من خلال الشعار الأحمر، الوصول من الشاهينية لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون. المهيري يقدم هذه الأسماء، وصلت الوثبة، الوثبة تدخلت في هذه اللحظات، خذت المركز السابع من هجن الرياسة. يتقدم هنا مشاهدينا الأعزاء سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم الوثبة، بينما المركز الثامن القدوم الجديد والتحدي المثير من خلال تواجد هذه الضبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم حمد بن علي العويسي، الوصول والدخول على المركز التاسع. هناك تدخل من شعاري هجن العاصفة القادمة الشاهينية في المركز التاسع، المركز العاشر أيضا الشاهينية من هجن العاصفة. هكذا النتيجة، هكذا العشر المراكز الأولى. الله 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 الله، أعود إلى مقدمة الشوط، الشوط الأول، الشوط الرئيسي للأبكار اللقاية المحلية محليات الأصايل من هجن أصحاب السمو الشيوخ الشاهينية على الصدارة الأولى. المجازف بن زيتون يقدم أيضا الشاهينية من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، الشاهينية في المركز الثاني هجن العاصفة وغيات الهلالي، ولكن الدخول من شعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ليتقدم مختار بن أحمد ويقدم بطاشة بالفعل في المركز الثاني، غيرت المركز الرابع هملولة لهجن الرياسة الظافر علي بن إيميل الوهيبي يتقدم بوليمايل ليقدم هذا الشعار. المركز الخامس الشاهينية من هجن الرياسة محمد بن عتيج من زيتون المهيري. انتقل إلى المركز السادس الشاهينية من هجن العاصفة، هناك غيات الهلالي. المركز الثامن الوصول والدخول، أو في المركز السادس الوثبة هجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز السابع والثامن هنا الشاهينية، والشاهينية من هجن العاصفة غيات الهلالي يقدم هذه الأسماء. الدخول على المركز التاسع من الضبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتقدم أيضا حمد بن علي العويسي. المركز العاشر بن صغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بن عبيد بن مروشد. الله، وصلت الشاهينية هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري.
قدم هذه الأسماء، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول، الشاهينية على الصدارة، الحمر خطر بالفعل على مقدمة الشوط، هجن الرئاسة، محمد العتيق بن زيتون، المهيري يتقدم ولكن بطاشة لمعالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد ومختار بن أحمد في عملية التضمير، كيلو ونص 1500 متر، تحركت الشاهينية من هجن العاصفة، غيات غيات الهلالي وصلت هملولة، الله الله هملولة قادمة لهجن، الرئاسة، الظافر 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 علي بن يميل الوهيبي يتقدم هنا لأيضا يأتي بالمركز الثالث، الوصول من الشاهينية أيضا لهجن الرئاسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن الحمر خطر 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 بالفعل على مقدمة الشوط لندشن الكيلو متر الأخير، كيلو الصراع الكبير، كيلو الامتحان، هملولة 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 غيرت الصدارة، خذت المركز الأول من هجن الرئاسة، الظافر علي بن يميل الوهيبي يتقدم ليقدم هملولة في أول أشواطي هذا الصباح الجميل، في أول أشواطي هذه الانطلاقات المميزة، هملولة على الصدارة، هجن الرئاسة، علي بن يميل الوهيبي المركز الثاني، الوصول من الشاهينية، هجن الرئاسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثالث، الشاهينية، هجن العاصفة، غيات الهلالي المركز الرابع، الشاهينية، هجن الرئاسة، وهناك بن زيتون، وصلت أيضا هجن العاصفة لتقدم أيضا اسم جديد وهي الشاهينية، ولكن الخمس مئة متر الأخيرة الشاهينية، هناك هملولة 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 على الصدارة، هملولة على المركز الأول على الصدارة الأولى، والعصا في الأبطان بدون أي أوامر، الظافر 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 أبو اليمايل ما شاء الله تبارك الله، الله 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 الله، سلام الحمر، سلام سلام الخطر، سلام، تهانينا تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لهذه المؤسسة العملاقة، تهانينا لبولي مايل علي بن يميل الوهيبي من يقدم هملولة في هذا الشوط، تهانينا والناموس على هذا الفوز، المركز الثاني لحظات الوصول من الشاهينية هجن العاصفة، المركز الثالث الشاهينية، هجن الرئاسة المركز الرابع الوزمة، من هجن الرئاسة المركز الخامس الشاهينية، من هجن الرئاسة، إذن تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على هذا الفوز الكبير. هنا لحظات الإعادة مشاهدينا ومتابعين الكرام، لحظات أيضا التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعين الكرام، إذن هملولة من هجن الرئاسة 7 دقائق 12 ثانية وسبع أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لعلي بن يميل الوهيبي على هذا الانتصار الذي قدم من خلال الشعار الأحمر بالفعل، هكذا أيضا الحمر خطر بالفعل، المركز الثاني 7 دقائق 18 ثانية جزءا واحدا من الثانية، هجن العاصفة مع الشاهينية، تهانينا لهجن العاصفة ولمالك سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا الغيات الهلالي، بينما المركز الثالث وصلت الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، 7 دقائق 18 ثانية و3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة ولمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، هكذا مشاهدينا متابعين الكرام الشوط الأول الرئيسي الخاص بالأبكار اللقاية المحليات الأصايل، من خلال هذه الانطلاقة تأتي هملولة ويقدمها بوليمايل بالفعل بالشعار الأحمر الخطر.